بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد، ومع انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة أتمنى للجميع عودة ميمونة لمقاعد الدراسة، كما أتمنى التوفيق والنجاح لجميع المتمدرسين، خاصة منهم تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي طلبة البكالوريا. إذن عدنا والعود أحمد، عدنا إلى أجواء المقاطع الخاصة بدروس اللغة العربية، وأول ما نبدأ به هو عرض البرنامج السنوي لمادة اللغة والأدب العربي الخاص بتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي. سبق وأن قدمت مقطعا خاصا بالشعب الأدبية، أدب وفلسفة ولغات أجنبية. في هذا المقطع سنتحدث عن أهم محاور برنامج اللغة والأدب العربي للشعب العلمية والتقنية، أي السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ولكن الشعب العلمية والتقنية. أقصد بذلك شعبة علوم تجريبية، رياضيات، كذلك تقني رياضي بمختلف فروعها، وأيضا تسيير واقتصاد. إذن سنتعرف على أهم المحاور في البرنامج، وبداية نشير إلى أن دراسة الأدب العربي في الطور الثانوي يسير وفق التسلسل التاريخي للأدب العربي. بداية درستم في السنوات السابقة الأدب العربي في العصر الجاهلي، ثم في عصر صدر الإسلام، ثم في العصر الأموي، وذلك في السنة الأولى من التعليم الثانوي، ثم في السنة الثانية واصلتم مع العصر الذي يلي العصر الأموي وهو العصر العباسي، وما ترافق أو ما تزامن معه من أدب في منطقة المغرب الإسلامي وكذلك في بلاد الأندلس. وخلال دراسة الأدب في هذه الأزمنة التاريخية تبين أنه عرف ازدهارا وتطورا، خاصة في العصر العباسي أين وصل إلى أوج تطوره وازدهاره. في السنة الثالثة من التعليم الثانوي سنواصل مع نفس هذا التقسيم التاريخي للأدب العربي، وبقي العصور التي تلت العصر العباسي. فالعصر الذي تلا العصر العباسي هو عصر الضعف والانحطاط، ويبدأ هذا العصر بانتهاء العصر العباسي وسقوط بغداد في يد المغول أو التاتار، وذلك سنة 656 للهجرة. وينتهي عصر الضعف والانحطاط بحملة نابليون على مصر سنة 1213 الموافق ل 1798 الميلاد. إذن هذه الفترة سميت بفترة عصر الضعف والانحطاط، نظرا لما آل إليه هذا العصر من تراجع ومن ضعف في جميع النواحي، سواء سياسيا أو ثقافيا وكذلك أدبيا واجتماعيا. أما العصر الذي يلي عصر الضعف فهو العصر الحديث والمعاصر. العصر الحديث يبدأ بنهاية عصر الضعف، وذلك بحملة نابليون بونابرت على مصر سنة 1213 للهجرة الموافق ل 1798 للميلاد إلى وقتنا المعاصر، لذلك يسمى بالعصر الحديث والمعاصر. إذن برنامج اللغة والأدب العربي للسنة الثالثة من التعليم الثانوي يقوم على هذين المحورين الأساسيين من التقسيم التاريخي للأدب العربي: محور عصر الضعف والانحطاط، ومحور العصر الحديث والمعاصر. وفي كل محور يوجد مجموعة من الوحدات. إذن هذا بالنسبة للتقسيم التاريخي للأدب العربي الذي يقوم عليه البرنامج. الآن سنتعرف أكثر على أهم
الوحدات التي نجدها في هذه المحاور. إذا بالنسبة للمحور الأول كما ذكرنا هو محور عصر الضعف والانحطاط الذي يبدأ بانتهاء العصر العباسي وسقوط بغداد على يد التتار سنة 656 للهجرة، وينتهي بحملة نابليون على مصر سنة 1213 للهجرة 1798. في هذه أو في هذا المحور لدينا وحدتان، وحدة متعلقة بالشعر ووحدة متعلقة بالنثر. الوحدة الأولى هي وحدة الشعر من الشعر التعليمي، حيث سنتعرف في هذه الوحدة على نوع من الشعر الذي شاع في عصر الضعف والانحطاط، كما سنتعرف على خصائص هذا النوع من الشعر وأسباب شيوعه في هذه الفترة، فترة عصر الضعف والانحطاط، لأن هذه الفترة رغم ما تميزت به من ضعف وتراجع في نواحي مختلفة خاصة من الناحية الأدبية والفكرية، إلا أن هناك بعض الأغراض الشعرية عرفت شيوعا في تلك الفترة، مثل الشعر التعليمي، شعر الزهد، وكذلك المدائح النبوية وغيرها. إذن ما سنركز عليه في هذه الوحدة هو الشعر التعليمي، وسنتعرف على أسباب شيوعه في تلك الفترة وما يميزه من خصائص، ذلك من خلال النص الأدبي وهو وصايا وتوجيهات لابن الوردي، وأيضا النص التواصلي نشأة الشعر التعليمي. إذن هذا ما سنتعرف عليه في هذه الوحدة. أما الوحدة الثانية المتعلقة بالأدب في عصر الضعف والانحطاط هي متعلقة بالنثر، من نثر الحركة العلمية أو حركة التأليف في عصر المماليك في المشرق والمغرب، من خلال نص ابن خلدون علم التاريخ، وكذلك النص التواصلي حركة التأليف في عصر المماليك. وهنا سنقف ونتعرف على الحركة العلمية في العصر المملوكي. والعصر المملوكي هو فترة من فترات عصر الضعف. إذن عصر الضعف يقسم إلى فترتين، الفترة الأولى هي فترة حكم المماليك، والفترة الثانية هي فترة حكم الأتراك. وما يعرف عن الفترة الأولى فترة المماليك أنها عرفت نشاطا من ناحية الحركة العلمية وكذلك حتى الشعرية أكثر مما وجدت في عصر الأتراك. كذلك سنقف على خصائص النثر العلمي التعليمي، كذلك على خصائص أسلوب ابن خلدون، كذلك على حركة التأليف في العصر المملوكي، لماذا ازدهرت في هذه الفترة، وأهم المؤلفات التي وجدت آنذاك. إذن بالنسبة لفترة عصر الضعف، إذن كما قلت لدينا وحدة خاصة بالشعر ووحدة خاصة بالنثر. خلال دراسة هذه الوحدات سنتبين أسباب ضعف الأدب في هذه الفترة، وكذلك أهم ما ميز الأدب سواء الشعر أو النثر في هذه الفترة، ولماذا اتسم بالضعف والانحطاط. هذا فيما يتعلق بالمحور الأول عصر الضعف والانحطاط. أما المحور الثاني فهو العصر الحديث والمعاصر من سنة 1213 للهجرة إلى يومنا هذا أو إلى هذا العصر. كذلك بالنسبة لهذا المحور هناك وحدات خاصة بالشعر ووحدات خاصة بالنثر. بالنسبة للوحدات الخاصة بالشعر نستهلها النزعة الإنسانية في الشعر المجري، وهنا سنبدأ مع التجديد الذي حدث في الشعر الحديث نتيجة النهضة الفكرية والأدبية التي اتسم بها الشعر الحديث والمعاصر. وهنا شعراء المهجر يعتبرون من الشعراء المجددين، فالشعر في هذه الفترة عرف نشاطا وتطورا واسعا نتيجة لعوامل كثيرة ومتعددة سنتعرف عليها في حينها. بالنسبة لهذه الوحدة لدينا النص الأدبي أنا لإيليا أبي ماضي، وهو من شعراء المهجر شعراء الرابطة القلمية، ولدينا كذلك النص التواصلي النزعة الإنسانية في الشعر المهجري، فسنتعرف على مفهوم النزعة الإنسانية وأسباب تمثلها من قبل الشعراء المهجريين، كذلك على مظاهر التجديد في الشعر المهجري. من بين هذه المظاهر
النزعة الإنسانية، كذلك الوحدة العضوية وغيرها من مظاهر التجديد الأخرى التي سنتعرف عليها في حينها. بالنسبة للوحدة الموالية هي شعر النهضة وموقفه من الحضارة الغربية، وهنا أيضا شعر مهجري مع نص أخي لميخائيل نعيمة، ولكن في موقف آخر وهو موقف الشعراء العرب من الحضارة الغربية. سنتعرف أيضا على خصائص الشعر السياسي، على النزعة القومية، علاقتها بالشعر الثوري. أيضا سنتعرف على معاناة العرب في ظل الاحتلال وانعكاس ذلك على الأدب. إذن هذه بعض الأمور التي سنتعرف عليها في هذه القصيدة، وأيضا سنتعرف على مظاهر التجديد التي نجدها في هذه القصائد وفي هذه المواضيع. بالنسبة للشعر العربي الحديث والمعاصر، أغلب ما سنجده في هذا النوع من الشعر هي مظاهر التجديد مقارنة بما سبق من الشعر في العصور السابقة. إذن هناك مظاهر جديدة اتسم بها الشعر في العصر الحديث والمعاصر. الوحدة الموالية المتعلقة أيضا بالشعر هي الشعر الملتزم وقضايا الشعراء والاستقلال في الوطن العربي، وهنا لدينا نص متعلق بالثورة الجزائرية مع ثورة الشرفاء لمفدي زكريا. أما النص التواصلي فهو الالتزام في الشعر العربي الحديث. هنا سنتعرف على ظاهرة الالتزام أو الشعر الملتزم والرسالة الإنسانية التي يحملها هذا النوع من الشعر. كذلك سنتحدث عن نضال الأمة العربية في سبيل تحرير أوطانها، دور الشعراء في إثارة الحس الثوري. أيضا سنتعرف كذلك على ماهية الالتزام في الأدب، شعره ونثره، أيضا المذاهب الأدبية في موضوع الأدب الملتزم، أيضا مظاهر الالتزام، كيف أتعرف على أن هذا النوع من الشعر شعر ملتزم، وغيرها من الأمور الأخرى. إذن النزعة القومية، النزعة الوطنية، إذن هذه الأمور كلها سنتعرف عليها في هذه الوحدة. الوحدة الموالية متعلقة أيضا بشعر الالتزام، ولكن هذه المرة في قضية أخرى وهي فلسطين في الشعر العربي المعاصر. في هذه الوحدة لدينا نص حالة حصار لمحمود درويش. هنا سنتحدث عن انشغال الشعراء المعاصرين بالقضية الفلسطينية، كذلك نستخلص القضايا الفنية في الشعر الحر، لأن هذه القصيدة من الشعر الحر، وهنا أيضا سنتعرف على خصائص الشعر الحر من ناحية اللغة، من ناحية الصورة، الموسيقى، الرموز، الأساطير، وغيرها من الخصائص الأخرى، التكرار، أيضا التنويع في الوزن، التنويع في القافية. إذا كل هذه الخصائص الجديدة نجدها في الشعر الحر. سنتعرف على موقف الشعراء الجزائريين من القضايا العربية والفلسطينية، خاصة مع النص التواصلي فلسطين في الشعر الجزائري. إذن هذه أهم الأمور التي سنتعرف عليها في هذه الوحدة، بالإضافة إلى الأنماط. إذن هذه الأمور أيضا موجودة في هذه النصوص، الأنماط، مظاهر التجديد وغيرها. الوحدة الموالية هي الثورة الجزائرية عند الشعراء في المشرق أو المغرب، وهنا الحديث على الثورة الجزائرية في الشعر الجزائري مع نص الإنسان الكبير لمحمد الصالح باوية وهو شاعر جزائري، كذلك النص التواصلي الأوراس في الشعر العربي. إذا هنا سنقف على الظواهر الفنية في الشعر الجزائري الحر من ناحية اللغة، من ناحية الموسيقى، من ناحية الصورة، الرموز، وغيرها من المظاهر الأخرى التي نجدها في الشعر شعري الحر. أيضا سنقف عند الحضور الثوري للأوراس وتغني الشعراء العرب بهذا الرمز المكاني. إذا رمزية الأوراس عند الشعراء العرب. هذا بالنسبة لهذه الوحدة. الوحدة الموالية في الشعر وهي متعلقة بالشعر في مواجهة الآفات الاجتماعية، وهنا شعر اجتماعي. إذا بالنسبة للشعر السابق الثورة الجزائرية شعر سياسي، الآن شعر اجتماعي. إذا الشعر الاجتماعي في العصر الحديث والمعاصر له حضوره من خلال نص الفراغ لأدونيس، وهنا سنتعرف على كيفية تناول الشعراء للقضايا الاجتماعية، طرق معالجتها، أيضا سمات الشعر الاجتماعي في العصر الحديث. كذلك سنتحدث عن الظروف الاجتماعية السائدة في المجتمع العربي المعاصر، مخلفاتها،
أيضا تأثير الاتجاهات الفلسفية في الشعر الاجتماعي، وهنا أيضا نبقى مع الأدب، أدب الالتزام، لأن هنا أيضا الشعراء المعاصرين تميزوا بالالتزام ومعالجة قضايا أمتهم وأوطانهم. هذا فيما يتعلق بالوحدات الخاصة بالشعر. ننتقل الآن إلى الوحدات الخاصة بالنثر. الوحدة الأولى بالنسبة للوحدات المتعلقة بالنثر هي مظاهر ازدهار الكتابة الفنية المقالة أنموذجا من خلال نص منزلة المثقفين في الأمة للشيخ البشير الإبراهيمي، والنص التواصلي المقالة والصحافة ودورهما في نهضة الفكر والأدب. سنتعرف في هذه الوحدة على خصائص فن المقال شكلا ومضمونا، أيضا عوامل ظهور الصحافة في الوطن العربي، ونركز على دورها في نشاط جمعية العلماء المسلمين الإصلاحي، كذلك خصائص المقال عند البشير الإبراهيمي باعتباره من رواد مدرسة الصنعاء اللفظية، كذلك ماهية المقال، اتجاهاته، أثر الصحافة فيه، كذلك كيف أثرت الصحافة والمقالة في الأدب العربي الحديث. إذن كل هذه الأمور سنتعرف عليها في وحدة فن المقال. الوحدة الموالية متعلقة بالقصة القصيرة في الجزائر، مع نص الطريق إلى قرية الطوب لمحمد شنوفي، وكذلك القص الفني القصير في مواجهة التغيير الاجتماعي، وهذا النص التواصلي. هنا سنقف عند مشكلة واقع الجزائر المرير قبل الثورة وتداعياته، وكيف أثر هذا الواقع في القصة القصيرة، كذلك نستنتج الخصائص الفنية للقصة القصيرة الجزائرية، أيضا القضايا التي عالجتها، المضمون السياسي والاجتماعي في القصة، أيضا موقف كتاب القصة القصيرة الجزائريين من واقعهم الاجتماعي. إذن هذا بالنسبة لوحدة القصة القصيرة في الجزائر. الوحدة الموالية هي الفن المسرحي في المشرق، مع نص كابوس في الظاهرة لحسين عبد الخضر، والنص التواصلي المسرح في الأدب العربي. هنا سنتعرف على الإنتاج المسرحي المعاصر ونستنتج خصائصه الفنية. إذن نشأة المسرح العربي، تطوره، توجهاته الفكرية والفنية، كذلك خصائص كل مرحلة من مراحل الفن المسرحي، أيضا الكتابة المسرحية، التمثيل المسرحي. إذن كل هذه الأمور سنتعرف عليها من خلال هذه الوحدة، من خلال التعرف على مراحل تطور الفن المسرحي في الوطن العربي وخصائصه في كل مرحلة. الوحدة الموالية متعلقة بالأدب المسرحي في الجزائر، مع نص للا فاطمة السمر المرأة الصقر، والنص التواصلي المسرح الجزائري. في هذه الوحدة نتعرف على الخصائص الفنية للمسرحية الجزائرية، كيف صورت المجتمع الجزائري أثناء الاحتلال، أيضا المدرسة الواقعية، المدرسة الرومانسية، النصوص المسرحية التي تنتمي إلى المدرسة الرومانسية والتي تنتمي إلى المدرسة الواقعية، الخصائص الفكرية، الخصائص الفنية، أيضا مراحل تطور المسرح الجزائري، خصائصه في كل مرحلة. إذن كل هذه الأمور سنتعرف عليها في هذه الوحدة. إذن هذه أهم الوحدات المتعلقة ببرنامج اللغة والأدب العربي بالنسبة للشعب العلمية والتقنية. هذه المحاور هي في البناء الفكري، بقي فقط أن نتحدث عن الدروس المتعلقة بالبلاغة وقواعد اللغة. بالنسبة للبلاغة، لدينا بلاغة التشبيه، بلاغة المجاز المرسل، الاستعارة وبلاغتها، الكناية وبلاغتها، دروس القواعد، أنواع الخبر، مفرد، جملة وشبه جملة، الجمل التي لها محل من الإعراب، الجمل التي لا محل لها من الإعراب، أحكام التمييز والحال وما بينهما، أحكام البدل بعد في البيان، إذ، إذا، إذن، حينئذ، لولا، لوما، ولو، وإعراب المتعدي إلى أكثر من مفعول. هذا بالإضافة إلى دروس المطالعة، التعبير والمشاريع. إذن هذا فيما يتعلق ببرنامج اللغة والأدب العربي لتلاميذ سنة ثالثة من التعليم الثانوي الشعاب العلمية والتقنية. أتمنى للجميع الاستفادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.